والمنهجية والأخلاقية على الأمة الإسلامية وأثرت في مسيرتها نحو التقدم والخير والسلام. وأصبح المسلمون غتاء كغتاء الجيل يكتنفهم الضعف والذل ويسودهم الخلاف والشقاق وتلعب بهم جرذمة قليلة من أعدائهم فتقتطع من قلب العالم الإسلامي أرضا من أقدس الأماكن لتنشأ فيها دولة إخوان القردة والخنازير عليهم لعان الله المتتابعة إلى يوم القيامة. إن الإسلام عقيدة صحيحة وعبادة سليمة دعوة ونهاج ومنهاج عدل وقوة وأمن وسلام لا قتل ولا إرهاب ولا ظلم ولا استبداد. أنه لا سعادة للبشر ولا عز لهم ولا نصر إلا في الإسلام الحق إسلام العقيدة والعبادة والعمل لا خير إلا بترسم خطى المصطفى صلى الله عليه وسلم والسير على ما سارت عليه القرون المفضلة. إسلامكم يا أمة الإسلام يناديكم فكونوا خير من يدل عنه فاتقوا الله يا عباد الله واعلموا أن الله سائلكم عن هذا الدين حفظتم أم ضيعتم. الأنس يوم والأسى أيام السعد حين والشقاء أعوام أرتاح حينا والعلا أزمان كيف الحياة في الحشا أنام. الأنس يوم والأسى أيام السعد حين